بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن نلتقي بهذا الأسبوع طلابي للحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طلال رحمه الله. كنا طلابي قد تحدثنا بالحصة الماضية عن الإنجازات السياسية في عهد الملك طلال رحمه الله، وقبله الحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الأول، واليوم نلتقي مع الإنجازات للملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه. في البداية طلابي سيكون اللقاء مع حياته، فالحسين ولد عام 1935 للميلاد، نشأ في كنف والده الملك طلال، وحظي برعاية جده الملك عبد الله الأول ابن الحسين. تلقى الملك الحسين تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، حيث تخرج فيها، ثم انتقل إلى فكتوريا بالإسكندرية في مصر ودرس فيها مدة عامين. وهنا طلابي يكون من الأسئلة الوزارية المتوقعة: كم هي المدة التي درسها الملك حسين في مصر؟ أو ما اسم المدرسة التي التحق بها الملك حسين في مصر أو في الأردن؟ هذه من الأسئلة الوزارية التي تأتي طلبتي. وفي عام 52 انتقل الحكم للأمير الحسين بعد أن تنازل والده رحمه الله الملك طلال، وذلك ولعدم بلوغ الأمير حسين سن 18. كان هناك مجلس وزراء أمر بتعيين أو قام بتعيين مجلس وصاية على العرش بمقتضى الدستور، استمر حتى 53 من عام 1953. بعد ذلك تسلم الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية. الملك الحسين له العديد من المؤلفات. أيضا من الإنجازات السياسية الداخلية للملك حسين رحمه الله النهج، تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش عام 56، والتعديلات الدستورية التي بدأت مع قانون الأحزاب والميثاق الوطني وقانون الأحزاب 92، والمجلس النواب الأول أو اللي هو 89. وبعد ذلك هناك كان تعطل للمؤسسات الدستورية، إلا أن الأردن استطاع العودة إلى الحياة النيابية في عام 84، وتفعيل الحياة الحزبية عن طريق انتخابات 89 في التعديلات التي حدثت. أيضا طلابي الملك الحسين له شيء في الإنجازات الخارجية، منها الاتحاد العربي الهاشمي والعديد من المشاريع القومية التي قام فيها. ومفهوم الملك حسين ينطلق من مبادئ الثورة العربية الكبرى، مواد الدستور وثوابت السياسة الخارجية القائمة على الوسطية والاعتدال. طلابي هذا محور الحديث عن جلالة الملك الحسين رحمه الله. سيكون لنا لقاء في الحصة القادمة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بحياته وإنجازاته، حفظه الله وأطال الله بعمره. هذا محور حديثنا. دمتم برعاية الله أحبتي.